يا هلا، أتمنى لكم يوم جميل. غرزتنا النهاردة قايمة على الغرزة البسيطة ولكنها تحب الألوان. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة الموجة او ويف ستيتش. غرزة سهلة جدا وجميلة قوي. وقبل ما نبدأ حابة اشكركم جدا على كل سؤالكم عليا. انا الحمد لله بخير ورجعت لكم مرة تانية، وان شاء الله نكمل مع بعض الباقي بقى من السلسلة دي، وان شاء الله نستكمل باقي السلسلة دي بعد رمضان، لان طبعا غرز الكروشيه التونسي زي ما قلت لكم في البداية كتيرة جدا، وانا حابة اعمل البطانية بتاعتي من غرز الكروشيه التونسي. اللي باقي من 9 بكرات اللي انا استخدمتهم حوالي 4 بكرات او 3 حاجة زي كده يعني، لان انا لفاهم، وان شاء الله هنكمل برضو باقي ال3 بكرات دول غرز تونسي مختلفة. فتقريبا البطانية دي كل واحدة مش هتكون شبه التانية بشكل فظيع يعني. كان ليا هدف ان انا اعمل كل 5 وحدات بغرزة، طبعا واضح كده ان هي هتكون كل واحدة لوحدها غرزة مختلفة تمام. فمتشوقة جدا اعرف ايه اللي هيحصل وشكل البطانية دي هيكون ايه في النهاية. هستخدم معاكم خيط، والخيط ده الاتنين ده شكلهم. طبعا قبل ما يكونوا مبهدلين كده هنشتغل مع بعض حوالي 20 سلسلة، وهنشتغل طف البداية في الكروشيه التونسي، وده سهل جدا وهتلاقوه موجود في صندوق الوصف لو انتوا لسه اول مرة تشرفونا. هنعمل مع بعض 32 سلسلة ونرجع ناخد كل السلاسل دي على الابرة بالشكل ده. اخدنا كل حاجة على الابرة بعدد 32 سلسلة، وده الشكل اللي انتوا شايفينه. ودلوقتي هنسحب كل 2 مع بعض. ارتفع الاول سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض. هنيجي عند اخر واحدة كده مش هنسحبها وهنقف عندها. ايه السبب؟ لان احنا قلنا ان غرزتنا تحب الالوان. هستخدم معاكم اللون ده في الغرزة كمان. يلا بينا، هيجي كده واسحب بيه تمام. بعدين هنبتدي الغرزة بتاعتنا. كل سلسلة كده هاخدها اعمل غرزة بسيطة، اللي بعدها نفس النظام تمام. بعدين ألف لفة على الإبرة طرف السلسلة وأسحب تمام، وأروح طالعة من الاتنين. مرة كمان لفة على الإبرة طرف السلسلة أسحب وأطلع من الاتنين. كم مرة؟ 4 مرات. بعدين بعمل طرف السلسلة اهو واسحب غرزة بسيطة 2 ورا بعض. ركزتوا معايا كده؟ اول واحدة ملناش دعوة بيها دي، بنسحبها عادي عشان اختلاف الالوان تمام. بعدين 2 غرزة بسيطة، بعدين لفة على الابرة واسحب كأني هعمل غرزة بسيطة واسحب واطلع. كم مرة؟ 4 مرات. بعدين 2 غرزة بسيطة. ركزوا بقى في اللي جاي، طرف السلسلة وطرف السلسلة. هاخده كده كأنه غرزة بس مش هدخل فيه ولا هعمل اي حاجة تمام. هروح على التالتة واسحب. نعيد تاني عشان حساكم ان انتوا اتلخبطتوا. بصوا يا جميل، بصي اول طرف طبعا ده غرزة بسيطة باخده وبسحب، واللي بعديه نفس النظام غرزة بسيطة. بعدين بلف لفة على الإبرة زي حكاية غرزة الأزرار كده، طرف السلسلة وأسحب تمام وأطلع من الاتنين. أوكي، لفة طرف السلسلة وأسحب وأطلع من الاتنين 4 مرات. بعدين طرف السلسلة وبسحب، والطرف اللي بعده وبسحب. اوكي، نيجي هنا بعدين طرف السلسلة دول وهروح اعمل غرزة بسيطة. بعد ما اخدت الاتنين طرف سلسلة دول بدون شغل، اخد الطرف ده واعمل فيه غرزة بسيطة، واللي بعده نفس الطريقة تمام. ملاحظين دلوقتي الاختلاف اهو، 2 غرزة بسيطة، بعد كده 4 غرز فيهم لفة على الإبرة وبسحب كل 2، بعدين 2 غرزة بسيطة تاني زي ما بدأت بغرزة بسيطة، بعدين دول سليب ستيتش
باخدهم زي ما هم كده بدون اي حاجة، وبعدين غرزة بسيطة، بعدين برضو برجع اعيد لف على الابرة طرف السلسلة، اسحب واقفل الغرزة، لف على الابرة طرف السلسلة واسحب واقفل الغرزة كم مرة؟ 4 مرات. بعدين تاني غرزة بسيطة، احفظوا الترتيب بتاعها هيسهل عليكم جدا. بعد الغرزة البسيطة ايوه ادخل في دي ودي، مش بعمل فيهم اي حاجة، بروح على التالتة والرابعة اعمل غرزة بسيطة. اوكي، بعدين لف على الابرة طرف السلسلة اسحب، طبعا كله ملاحظين انه الغرزة البسيطة داخلة معانا في كل المراحل، لان باخد طرف السلسلة الامامي بس. 2 3 طرف السلسلة اهو اسحب كده، 4 ملاحظين، بعد الاربعة طرف السلسلة وبسحب وطرف السلسلة وبسحب، وكده 2 غرزة بسيطة بعد التكتل اللي احنا عملناه. بعدين الغرزتين اللي احنا مش بنعمل فيهم اي حاجة دول اللي هما طرفين بس، بعدين هروح هنا كده نهاية السلسلة. ممكن لو انت عملتي الحركة دي ما تقدريش تاخدي نهاية السلسلة بالاسلوب الهادي يعني، فبإبرة كروشيه عادية واستخدميها تقدري تسحبي الغرزة بتاعتك، طرف السلسلة ترفعه وبعدين بسحب كل 2 مع بعض. لو ملاحظين انا اخدت الغرزة اللي انا ما اشتغلتش فيها حاجة دي برضو عملتها كأنها غرزة عادية، والطريقة دي هي فعليا اللي بتكون لي شكل غرزة الموجة بتكتلات الغرز اللي في النص بالغرزة اللي انا مش بشتغل فيها حاجة تحديدا، بسحب كل 2 مع بعض بالشكل ده، طبعا بسيطة جدا، وهي زي ما انتوا شايفين كده ماشية على صفين صفين. طفين الصف التاني اللي احنا بنتكلم عليه، زي ما انتوا شايفين بسيب دايما اول غرزة بالطريقة دي، انزل الخيط واروح اخد الخيط اللي باللون الفاتح واشتغل الصف الجديد. الصف الجديد عبارة عن ايه؟ الصف الجديد عبارة عن غرزة بسيطة في كل الغرز، طرف السلسلة وبسحب وخلي معايا على الابرة بالشكل ده. وبما اننا ما اخدناش في الغرزة دي اي غرز فبنسحب برضو منها عادي، وزي ما انتوا شايفين كأنها هي متصلة واللون ده دخل كده في النص، وبسحب كل 2 مع بعض. طبعا اول موجة اتكونت معانا وزي ما انتوا شايفين شكلها قد ايه كيوت. اي 2 خيط مش عاجبينك دخليهم مع بعض، طبعا مع اتفاق الالوان يعني يكونوا كده لزاز في الالوان، ودخليهم مع بعض يطلعوا تحفة. نيجي للموجة اللي بعد كده هنعمل ايه بالظبط؟ طبعا هنخلص اخدنا الالوان، بعدين اول واحدة هنا هشتغل فيها غرزة دبل، لفيت لفة على الابرة وطلعت من الاتنين، بعدين بقى هبتدي الغرزة بتاعتي، بحيث ان انا بعمل زي ايه؟ زي فعلا الموجة اللي هو بعمل مدى كده، انه هنا كان فيه من قبل موجة، فاهميني؟ هي بس يعني دي وظيفتها. بعدين غرزة بسيطة، والغرزة البسيطة في ناس تعملها زي ما انا عملتها كده او كده، الاتنين زي ما انتوا شايفين مش مقصرين خالص. بعد ما عملنا الطريقة اللي انتوا شفتوها وخدنا 2 سيمبل ستيتش او غرزة بسيطة، بعدين سلاب ستيتش اللي هو الغرزتين اللي انا مش بعمل فيهم اي حاجة دول، وارجع بعدين برضو 2 غرزة بسيطة بالشكل ده، وبعدين ايوه لف على الابرة طرف السلسلة اسحب وبعدين اطلع من الاتنين، لف على الابرة ادخل اعمل غرزة بسيطة، بعدين بيبقى معايا 2 على الابرة بطلع واخليهم 1، 4 مرات، 3 4. بعدين اعمل ايه؟ طرف السلسلة غرزة بسيطة واللي بعده اوكي، بعدين سليب ستيتش هما طرفين السلسلة اللي مش بعمل بيهم حاجة، بعدين الاتنين اللي بعدهم على طول غرزة بسيطة بالشكل ده، بعدين ايوه 4 غرز دبل. وزي ما انتوا شايفين بتيجي عند انحدار الموجة، يعني احنا يعتبر بنبدل، فاهميني؟ ادي 1 2 3 وادي 4 اوكي، طرف السلسلة غرزة بسيطة
واللي بعدها بعدين 2 سليب ستيتش بعدين الثالثه غرزه بسيطه الرابعه غرزه بسيطه وبعدين دبل ستيتش ادي واحده تانيه دبل وادي الثالثه كمان دبل. ممكن بقى نعمل دي غرزه بسيطه او نعملها دبل بس انا بفضل ان انا امشي تبع رتم الغرزه. اوكي بعدين اخر سلسله دي مش بندخلها زي ما قلنا في اي شكل للغرزه، بنسحب من ارتفاع سلسله وبنسحب كل اتنين مع بعض وزي ما انتم شايفين على طول الموجه الثانيه اتشكلت. بعدين زي ما انتم شايفين الاتنين اللي بيكونوا بالطريقه دي برجع اسحب واشتغل غرزه بسيطه في الصف ده كله. اخر سلسله بناخدها بشكل زي ما انتم شايفين كده، نسحب من ارتفاع سلسله وكل اتنين مع بعض. وبنفس الطريقة اللي ابتدينا بيها هنبتدي نشتغل مرة تانية نفس الاسلوب وبنفس الطريقة، مفيش اي اختلافات زي ما عملنا هنا برضو. ادي الاتنين اللي احنا دايما بنسيبهم عشان لما نيجي نعمل كده ونظبط كأن الصف الجديد بدأ بنفس اللون زي ما انتم شايفين من هنا. وبعدين طرف السلسلة غرزة بسيطة واللي بعده تمام، وبعدين لفة على الإبرة طرف السلسلة غرزة بسيطة وأسحب الغرزة البسيطة واللفة على الإبرة 4 مرات. 2 3 4. اوكي بعدين غرزة بسيطة واللي بعدها بعدين طرف وطرف. أنا باخدهم زي ما هما كده سليب ستيتش أو غرزة زي المنزلقة بالظبط تمام، بس مش بعمل فيهم أي حاجة. بعدين طرف السلسلة غرزة بسيطة وطرف السلسلة غرزة بسيطة تاني، وابتدي اشتغل لفة على الإبرة طرف السلسلة وبسحب واطلع من اللفة 4 مرات. ايوه نرجع نعيد نفس الطريقة، غرزة بسيطة واللي بعدها بعدين 1 2 دول مش بشتغل فيهم حاجة، وبعدين طرف السلسلة غرزة بسيطة وغرزة بسيطة تاني وارجع اعمل ايه؟ ايوه لف على الابره طرف السلسله وبسحب واطلع من اللفه، لف على الابره طرف السلسله اسحب اللي هي غرزه بسيطه بالشكل ده واطلع منها 4 مرات. وبعدين غرزه بسيطه وادي غرزه بسيطه تاني والاتنين الاخرانيين زي ما بدانا بالظبط لو ملاحظين. واخر حاجه تمام واسحب، طبعا دول انا مش بدخلهم معايا في الغرز، بشتغلهم بس كده زي ما يكون يعني ايه محتفظه بيهم على الابره. اوكي وبعدين كل اتنين مع بعض. طبعا يفضل لو هتلوني في الغرزه دي تستخدمي نفس الانواع بتاع الخيط وتلوني، لكن ما تلونيش بخامات مختلفه لانه مثلا الخيط اللي هو الاورنج ده شويه ناعم قوي، والخيط اللي هو الابيض او الخيط البيج ده شوية سميك واقف، مش هيديني الماتريال اللي انا عايزاها في النهاية، هيديني ملمس ما بين الناشف والناعم وانا مش حابة كده. كمان موقف لي شكل الغرزة بتاعتي، هي مفروض تكون ناعمة جدا تبع للخيط الاورنج ده. زي ما انتوا شايفين اخر اتنين بسيبهم كده، هروح ابدل اللون والتبديل دايما من على اليمين بس، وبسحب الخيط وبعدين بشتغل غرزة بسيطة في كل الغرز، وبيجي على اخر اتنين دول اسيبهم زي ما هما واروح ابدل الالوان على اساس الصف الجديد. بعمل ايه بقى بعد كده؟ زي ما احنا عارفين لف على الابرة طرف وبسحب، ودي بتكون الغرزة الدبل اللي احنا هنعملها. بعدين غرزتين بسيطة تمام، وبعدين ايوه بعدين طرف والتاني ملناش دعوة بيهم، وبعدين غرزة بسيطة وغرزة بسيطة، وبعمل ايه؟ ايوه 4 دبل ستيتش اهو، لف على الابرة اعمل غرزة بسيطة واطلع منها، بيكون معايا 2 باللفة طبعا وايه واطلع منها 4 مرات. 2 غرزة بسيطة بعدين 2 سلاب ستيتش مش بعمل فيهم حاجة، وبعدين طرف السلسلة غرزة بسيطة
بغرزة بسيطة، بعد طبعا الغرزتين اللي هما يعني شبيهين بالمنزلقة، وبعدين بعمل الغرزة دبل 4 مرات، تمام. وبعدين برضو غرزة بسيطة وغرزة بسيطة، وبعدين الاتنين اللي انا مش بشتغل فيهم حاجة، وبعدين برضو 2 غرزة بسيطة، وبعدين التلاتة دول غرزة دبل، تمام. نهاية السلسلة ارتفاع سلسلة، وكل 2 مع بعض زي ما انتوا شايفين الجمال بتاعة الغرزة بتاعتنا. نشتغل صف الغرزة البسيطة ونختم مع بعض. غرزتنا قد ايه تحفة، شكلها حلو قوي ومميزة كده وسهلة. هي صفين صفين، كل صفين بنبتدي نعكس فيهم اداء او شكل الغرزة زي ما انتم شايفين، وصف ثابت غرزة بسيطة في كل المراحل. كده غرزتنا النهاردة تكون خلصت، غرزة ويف ستيتش او غرزة الموجة. غرزة سهلة جدا وحلوة قوي، وتحب الالوان زي ما انتم شايفين. يا ترى شكلها ايه بقى في بطانيتنا بشكلها السادة تماما؟ ترى زي ما انتم شايفين ده شكلها في الالوان السادة، وبس هتحسوا بتجزيعة الموجة اكتر من الشكل العام اللي انتم شايفينه حاليا. غرزة جميلة قوي وسهلة جدا، وحلوة للناس المبتدئة اللي حابة تعمل شغل، ولكن ركزي في المراحل والارقام اللي انتي شفتيها معايا، هتطلعي احلى غرزة. مفيش حاجة عندي اسمها مبتدئ او حد بروفيشنال، كلنا نقدر نشتغل اي حاجة احنا اصرينا ان احنا نعملها وبنطلع احلى نتيجة. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. قربنا نخلص السلسلة بتاعتنا. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو حابين الحاجات السريعة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وغرزة جديدة. رمضان كريم، مع السلامة، باي.